فنزلت إلى تيجي فغسلت ثيابي فأخذت في دعوة أبي مرداس حتى صار أفضل أهل زمانه وحتى صار عاملا على حيز طرابلس كلها. وروي عنه أنه أتاه رجل قد استمسك بآخر وأبى من رد الجواب، وكان عمروس بن فتح بجنبه وكان قاضيا له، فأخذ عمروس كرزية الرجل وخنقه بها، فقال له أبو منصور: قتلته؟ فقال له عمروس: إن لم تأذن لي بثلاث فخذ خاتمك يا إلياس. أهلين ومرحبتين بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ليبيا زي ما هي ضمن سلسلة فسيفسة. السلسلة الرمضانية الاستثنائية اليوم ومن ضمن المواضيع الرمضانية بنتكلم على شخصية ليبية مهمة، يعتبر مؤلف أول وأقدم كتاب تاريخ ليبيا على الإطلاق، رمضان مبارك. يسنمر في اللاون أوزوم بالأمازيغية وسلانجو بالتبوية. قبل ما نبدأ الحلقة لازم نقول ليبيا لو بنقارنوها بدول الجوار الكتابة التاريخية ولظروف موضوعية الكتابة فيها ناقصة هلبة، يعني شحيحة زي ما يقولوا، واعتمادنا في الغالب على المعلومات التاريخية سواء على الكتاب عن أفريقيا الشمالية عموما، وفي الغالب يكونوا رحالة وأجانب ومؤلفين أوردوا إشارات متفرقة على بلادنا. ينضاف إليها طبعا الحاجات اللي يلقوا فيها بتاع الأثار الموجودة في كل أرجاء ليبيا، لكن تقاليد الكتابة التاريخية جدا جدا ناقصة في ليبيا الحق، يعني مش هلبة. ولكن للإنصاف وللأمانة فيه مؤلفات كذلك أصحابها ليبيين، وهذه يمكن الواحد يحصرها كلها. ولكن صاحبنا اللي بنتكلم عليه اليوم قبل ما يجيب يعني نجيبه في سيرتها ونعرفه علاش بعدين، يعني القليل من يتكلم عليه، زي ما قلت شوية من هي المؤلفات التاريخية اللي تألفت من قبل ليبيين في ليبيا. نعود ونقول من قبل ليبيين في ليبيا. هنا احنا نتكلم على مؤلف ليبي يتكلم على تاريخ ليبيا. طبعا أكثركم ربما يعرف كتاب علي مصفى المصراتي مؤرخون من ليبيا، وجمع فيه اللي يقدر واللي عرف من المؤرخين الليبيين. أبدأ في نظره من أقدم المؤرخين على الإطلاق اللي هو مقرين البغطوري وكتابه الشيخ جبل نبوسة، واعتبره أقدم كتاب وصلنا ودار عليه دراسة اخذت حوالي 20 صفحة من الكتاب متاعه، وقال لنا على كتاب يعتبر كذلك مفقود قبل كتاب مقرين البغطوري، كتاب تاني اللي هو كتاب علي بن مخلوف الأطرابلسي، ودار عليه صفحة ونص دراسة وما حطش عليه تاريخ محدد، لكن في الغالب كان نكتب بعد كتاب مقرين اللي تكلمت عليه قبل شوية. وعلى فكرة المصراتي مرجح انه بعد مقرين، لكن الواقع انه هو حقيقة يا اما في نفس الوقت او في سنوات بعد كتاب مقرين. يعني ان الليبيين ما كتبوش كتاب حسب المصراتي، ما كتبوش تاريخ بلادهم بروحهم في العصور الإسلامية حسب اللي وصل المصراتي زي ما قلت إلا في القرن السادس الهجري، يعني بعد 599 سنة من دخول الإسلام لليبيا، يعني وهذه طبعا فترة طويلة باش انت تتكلم على تاريخ بلادك شن صار في 600 سنة هذه الطويلة. زي ما قلت الدراسة عندنا والكتابات التاريخية تعتبر نوعا ما شحيحة. مرة تانية هذا اللي وصل له في هذاك الوقت وإحنا ما نلوموش، ومجهوده أكيد كبير في التنبيه للمؤلفات التاريخية اللي كتبها ليبيين. وليبيين في العموم يعني في تاريخ أفريقيا الشمالية أول كتاب يعني إحنا نعرفه خارج الحديث متاع الأستاذ علي مصرف المصراتي، نعرفه أن تاريخ شمال أفريقيا أول كتاب وأقدم واحد كتب عليه تاريخ الإسلام في أفريقيا الشمالية هو كتاب فتوح مصر وأخبارها، تأليف أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الحكم القرشي.
يعني الموضوع المصري المشهور بتاريخ ابن عبد الحكم. نعرف أنه هو كتب الكتاب على مصر، ولكن كان تحصيل حاصل الحديث عليه شمال إفريقيا، ومع هذا يعتبر متأخر نسبيا لأنه كتب سنة 257 هجري، يعني حوالي 871 ميلادي. وهذا مش ليبي زي ما قلت، والغريب أن معلوماته على ايش صار في أفريقيا الشمالية وأخبار الفتوحات اللي أخذت اليوم كمسلمات وحقائق مطلقة مش موجودة فيه. يعني أغلب المعلومات اللي نعرفوها واللي يحكوا فيها ويتنقلوا فيها عليه الشمال أفريقيا حقيقة أغلبها مش موجودة في هذا الكتاب، وجدت بعدها هلبة هلبة في ابن الرقيق قيرواني وغيره، وهذا يعني عصور بعدها عليه حال. يعني زي ما قلت أقدم كتاب وصلنا على الإطلاق ومؤلفه مش ليبي، لكن أغلب الكتب اللي انكتبت بعده جابت منه كمصدر رئيسي للأحداث على قلتها. وتعرفوا في الكتاب متاع ابن عبد الحكم في صفحة ونص بس على طريق ليبيا، يعني ما فيش حاجة هلبة هلبة من معلومات. هذا مشي هني نزل الودان، مشي للقيروان، دار هادي دار هادي وخلاص، يعني هذا حد السو. وبعدين نشوفوا أن أغلب اللي انضاف لها من تفاصيل جت مؤرخين بعد هذه الفترة بهلبة. هنين نتكلموا على أحداث هلبة مرت بها بلادنا، هلبة هلبة وتغييرات كبيرة في كل شيء وأحداث مهمة. يعني لما بناخذ الكتب اللي مؤلفيها الليبيين نلقوا حتى يعني مسافات كبيرة بينهم. من غير أخبار يعني التاريخ الإسلامي الأول في ليبيا فيه فجوة كبيرة هلبة 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 ومعلومات ناقصة بشكل لا يتصور، وفيه تهويل ومبالغات وكذلك نقص وشح في التفاصيل. وأول مؤلفين ليبيين معروفين حتى اليوم هم مقرين البغطوري وعلي بن مخلوف الأطرابلسي، وهذا اثنين في فترة واحدة تقريبا. وكان الأطرابلسي يعني وكتاب طبعا الأطرابلسي هذا مفقود نهائيا، يعني كان مش موجود. احنا نعرفه لما جابونا المؤرخين قالوا هذا الراجل كتب وروع عنا مثلا تيجاني وغيره، لكن الكتاب نفسه اليوم مش موجود يعني، وإن شاء الله ربما حد يلقاه يوم من الأيامات وتكون فيه دراسات حقيقية في الموضوع. وبعدهم محمد بن علي الخروبي والبرموني والزوز مش تاريخ عام بالتصوف، وبعدها جاي الشماخي وهو كتاب سيار، وبعدهم ما طلعش كتاب تاريخ عام لليبيا إلا في العهد العثماني، نلقوا كتاب نقصد بتأليف ليبينا كتاب التذكار في ممالك طرابلس وكان بها من الأخبار، ويوميات الفقيه حسن، وبعدين المنهل العذب، والباقي كلها كتب متخصصة بجهة معينة أو مدينة أو عائلة حاكمة. باختصار الكتب في التاريخ الليبي من قبل الليبيين جدا شحيحة، وهذا لا يعني أن ما عندناش أخبار عندنا، خصوصا أن ليبيا طريق عبور الحجاج والرحالة وغيرهم. هنا نتكلم عن المؤلفين الليبيين، وطبعا سامحوني ليبيا جغرافيا هي حدودها حقيقة كانت أوسع من هذه بكثير، وهذا مش موضوعنا، ولكن نتكلم اليوم للناس ألفت من ليبيا في الحدود الجغرافية اللي نعرفوها اليوم، وأن المؤلفين شمال أفريقيين موجودين في الدول الثانية، ولكن مع هذا هم كذلك متأخرين جدا عن الفترة اللي نتكلموا فيها احنا توا. معناها لما نلقوا كتاب تاريخ ليبيا ونكتشفوا حاجة جديدة تضيف للمكتبة الليبية أكيد مساهمة وحاجة مهمة في تاريخ ليبيا مهما كان صغر حجمها أو جودتها من عدمها. في النهاية بلوكة زي ما يقول جديدة نضيفوها باش نبنوا الصور متاع التاريخ الليبي. إذن ابن عبد الحكم، بعدين جي مؤرخ ليبي، وهذا اللي بنتكلم عليه بعد شوية. طيب شن هو الكتاب اللي بنجيبه اليوم؟ يعتبر الكتاب موضوع اليوم أقدم كتاب عن تاريخ ليبيا على الإطلاق، أقدم كتاب على تاريخ ليبيا على الإطلاق، اللي هو كتاب يرجع لسنة 273 هجريا. سدوا معي التاريخ، 273 هجريا، يعني 16 سنة فقط بعد أقدم كتاب اللي تكلمنا عليه قبل شوية اللي هو ابن عبد الحكم. نعود مرة تانية، الكتاب كتب سنة 273 هجريا، يعني حوالي 887 ميلاديا. يعني كتبه شخص مش بالنسبة لابن عبد الحكم كان شخص مش ليبي، ولكن هذا الكتاب كتبه شخص ليبي. نعود مرة تانية، أقدم كتاب هو كتاب، أنا مهم جدا أنكم تفهموا المكانة متاع الكتاب هذا ومكانة الاكتشاف. الكتاب اللي نتكلم عليه اليوم انكتب 16 سنة فقط بعد كتاب تاريخ أفريقيا، عفوا كتاب فتوحات مصر لابن عبد الحكم اللي قمت أجيب شوية، واللي هو مرجع مهم في التاريخ الإسلامي لليبيا، بل اسم الكتاب
هذا نلقوه متداول في كل افريقيا الشماليه. ب شنو هو الكتاب الليبي اللي انكتب 16 سنه بعد ابن عبد الحكم؟ الكتاب الليبي اسمه طويل شويه هو، وغالبا مش المؤلف هو نفسه اللي كتب عليه. اي حال اسم الكتاب مش المؤلف اللي كتب باسم العنوان، اسم الكتاب هو كتاب فيه بدء الإسلام وشرائع الدين ونكث من فضائل الصحابة المهتدين ولمع من أخبار الجبابرة المعتدين. نعود تاني، اسمه كتاب في بدء الإسلام وشرائع الدين ونكث من فضائل الصحابة المهتدين ولمع من أخبار الجبابرة المعتدين. طبعا الناس لو يحبوا العناوين الفخمة والكبيرة، لكن هذا غالبا مش المؤلف نفسه هو اللي كتب العنوان متاع الكتاب، ولكن هي عبارة عن جملة اقتبسوها من بداية الكتاب وطلعوها عليه، اصبحت اسم عنوان الكتاب، وبالاخص ان احنا الورقات الاولى من الكتاب ما لقيناهاش. طيب المؤلف هو ابن سلام بن عمرو بن طمطنين، ابن سلام بن عمرو بن طمطنين اللواتي، في الغالب من قبائل لواتا اللي هي في نواحي إجدابيا اليوم، لأن قبيلة لواتا كانت موطنها برقة في شرق ليبيا. المؤلف حقيقة ما نعرفوش عليه هالباء إلا اللي ذكره هو لنفسه وبعض المعلومات عليه من مؤلفين متأخرين عليه بهالباء. وأول حاجة الكتاب نعرفه عليه وتكلم عليه مؤلفين هالباء، زي ما الإطرابلسي مثلا كتابه المفقود هذا كان نعرفه لأن الناس تكلموا عليه ونقلوا عنه بعض المؤرخين. نفس الشيء هذا بكتاب ابن سلام، هذا نعرف عليه هلبة، يعني في ناس هلبة تكلمت عليه من قبل، لكن دي ما يعتبروا فيه من قم من 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 الكتب المفقودة، نعرفوا بعض الاقتباسات وكذا. يعني زي ما قلت، يعني مثلا نقل عنه البغطوري، نقل عنه الشماخي، خصوصا الشماخي في كتابه المعلم بالسير دي من كتابه معلومات هلبة وذكره بالاسم. هني هلبة ناس ولمدة طويلة شافوا الإحالات في كتاب الشماخي وقالوا كتاب ابن سلام هذا مفقود، وهيك كان الاعتقاد أنه مفقود لفترة طويلة. بكل فمن دام هو مفقود فشن داروا بعض الناس، وهذه طريقة يدرج فيها المؤرخين، جي واحد مستشرق اسمه ليفيتسكي. ليفيتسكي هذا كان يتكلم الأمازيغية والعربية وكان مستشرق ومهتم جدا بالتاريخ شمال أفريقيا. أخذين نصوص هذه متاع ابن سلام اللي لقاها في الشماخي والبغطوري وغيرها، وجابهم مش في البغطوري، جابها من الشماخي بس، وجابهم الشماخي اللي جابهم من ابن سلام وعاود جمعهم مع بعضهم. وهذه عادة يستخدموا فيها زي ما قلت المؤرخين، لما يحيل مؤرخ على آخر يحاول يرجع للأصل ولو أن الأصل مفقود. فأي مؤلف مثلا نقلوا عنه ونعرفوا عليه حاجة ونلقوا إحالات على كتاب تاني، نقدر ناخذ هذه الإحالات ونكونوا بهم كتاب. دار مجهود كبير في هذا الباب وجمع كتاب ابن سلام هذا في صفحات معدودة، يعني مش حاجة كبيرة. ومعليش معلومة جانبية، نلقوا كتب يعني تاريخها قديم هل بندر لها نفس الطريقة، زي ماجون هذا مثلا كتاب الزراعة، زي كتاب الملك الأمازيغي يوبا الثاني كاتب كتاب موسوعي بعنوان ليبيكا. الكتاب هذا أعيد تجميع النصوص متاعه من كتب هلبة، يعني كل ما يحيل حد على الكتاب هذا ناخذ النص ونجمعه ونرتبه ونحطه في الكتاب حتى يجمع لنا تصور عن كيف كان شكل الكتاب هذا اللي مفقود. يعني تخيلوا بعد مرور 2000 سنة من تأليف كتاب ليبيكا متاع الملك يوبا أعيد ترميمها. هذه معلومة جانبية، وهذه حاجة زي ما قلت مستخدمة من قبل المؤرخين. في زي هذه الحالة ابن سلام جمعت نصوص متاعه، جمع النصوص متاعه المستشرق موتيلينسكي زي ما قلت، وحاول يعطينا نبدأ عن سيرته وشنقان موضوع كتابه، لكن بجديات احنا محظوظين هلبة لأن مش محتاجين لموتيلينسكي ولا للتجميع متاعه ولا المجهود اللي داره، هو مجهود مهم. ففي سنة 1964 الشيخ سالم بن يعقوب الجربي، هذا من مدينة جربة الله يرحمه، لقي نسخة من مخطوط بالصدفة هيك في البداية، ما عرف شن هي، وبالتدقيق عرف كنهة الكتاب، ولقاها هذه في مكتبة من مكتبات جربة، وعرف طول أن اللي لقاه كنز قديم هلبة، وخصوصا شن فيه من رسائل ومواضيع، وإحنا محظوظون أنه هو طلعه للعالم.
وكذلك تكلم عليه الشيخ الليبي الشهير الشيخ عمرو النامي، عمرو خليفة النامي، هذا كصاحب قصيدة أمه لا ترزعي أمه، وقصائد هلبة بعضكم يعرفها، انشهرت في التوراة. وين عمرو خليفة النامي الله يرحمه دار عليه دراسة في إطار رسالة الدكتوراه متاعه بعنوان مخطوطات حديثة العهد بالاكتشاف، ودار عليه نبذة كويسة. به شو اللي يقول المؤرخين في الكتاب هذا؟ الآن نعرفوا أن الكتاب هذا اللي كنا نحسبوه مفقود لقيناه. عجبنا حاجة مهمة هي نعرفوا أهمية هذا الكتاب. اسمعوا شو يقول بعض المؤرخين عليه، وهذا كلام بنقوله لكم هيك من راسي، لكن شبه حافظه لأن الكتاب مهم جدا. يعني مثلا يقول عمرو النامي هذا الكتاب هو أقدم نتاج نملكه في التاريخ بشمال إفريقيا. يقول هذا الكتاب هو أقدم نتاج نملكه في التاريخ بشمال إفريقيا، ويغطي الفترة الممتدة من القرن إلى القرن الثالث الهجري. يعني ويقول عليه كذلك حسن حسني عبد الوهاب في كتابه ورقات للمؤرخ التونسي المشهور أن هذا الكتاب هو لأقدم المؤرخين الإفريقيين لما كان يتكلم عليه أقدم الرسائل التعليمية عن الأمازيغ. ويخي يعتبر مستشرق شفارتس هذا توا حسن حسني عبد الوهاب يعتبر فيه من أقدم المؤرخين الإفريقيين، مش أقدم المؤرخين الليبيين اللي وصلنا لكتابات متاعهم. والمستشرق شفارتس هذا قال أن هذا الكتاب، الكتاب اللي نتكلم عليه اليوم، أنه أقدم كتاب على الإطلاق، مش في ليبيا بروحها بل كل إفريقيا الشمالية. يعني مؤلف ليبي كتب كتاب هو الأقدم اللي وصلنا اليوم على الإطلاق لكل إفريقيا الشمالية وليس ليبيا فحسب. وهذا الكلام يتطبق مع كلام حسن حسني عبد الوهاب اللي قلناه قبل شوية، يعني بإجماع المختصين والمؤرخين أقدم كتاب تاريخ كتبه ليبي هو هذا الكتاب المعنون بكتاب فيه بدء الإسلام وشرائع الدين ونكت من فضائل الصحابة المهتدين ولمع من أخبار الجبابرة المعتدين. نعرف عنوان طويل هلبة. الكتاب هذا جانا من شخص عاصر الأحداث بروحه أو نقلها مباشرة من أشخاص هم عاصروها، زي ما نلقوا في بعض النصوص أمتاعه. وعليه ذكر يعني نقلها عن اللي عاصروه، حتى توه نقرأ كتب التاريخ كمعلومة. يعني لما تقرأ كتاب تاريخ تقول لك هذا الملك الفلاني مشي هذا جي هذا كذا، ولكن زمان كانوا يكتبوا في التاريخ زي ما يكتب المحدثين عن فلان عن فلان عن فلان أخبرني فلان، باش يجيب السند متاعه، باش يجيب معلومة موثقة في التاريخ، وعندهم جرح وتعديل وكذا كذا. المهم كان هيك مرات بتقرأ معلومة لازم تمر بسلسلة فلان عن فلان أخبرنا فلان ابن فلان. فحتى ابن سلام يذكر في الناس اللي انقل عنهم واحد بواحد. والحاجة الثانية أنا هنا توخشيت نتكلم عن الكتاب نفسه وشن فيه. المهم والحاجة الثانية اللي لاحظها وقتي في كتاب أي واحد منكم لو ياخذ الكتاب هذا بدء الإسلام وشراع الدين، اللي هي الطريقة القديمة في كتابة الكتب. شين يديروا لولين لما يكتبوا كتاب تلقاه يجمع فيه كل حاجة، يعني تلقاه كتاب عقيدة وفقه وتاريخ في مكان واحد. يعني لو كل ما نمشوا في التاريخ في الخلف أكتر، كل ما الكتاب تلقى فيه كل المعلومات مع بعضها. وسبب هذا معروف، يعني التخصص في العلوم وإلى آخره حاجة متأخرة شوية. فزي ما قلنا الكتاب تلقوا فيه فقه وتلقوا فيه عقيدة وتلقوا فيه مسائل فقهية زي ما قلت وتاريخ في مكان واحد، كلهم في كتاب واحد. التأليف هيك اللي يعني يخطر عليه المؤلف يكتبه من غير ما يفرق، يعني مرحلة تصنيف العلوم وتبويبها تعتبر متأخرة في التاريخ الإسلامي شوية عليه الفترة اللي كتب فيها ابن سلام الكتاب متاع هذا. واللي يحب يعرف كيف الكتب زمان كانت تنكتب، في كتاب مهم جدا يمكن تراجعوه، كتاب محمد عابد الجابري اسمه تكوين العقل العربي، تلقوا فيه كلام هلبة 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 على المواضيع هذه متاع الكتابة في التاريخ وعلى موضوع الكتاب عند الأولين.
الشاهد أن كتاب بدء الإسلام وشرائع الدين نلقوا فيه نصوص على العقيدة اللي يعتقدها المؤلف، وبعدها نلقوا عليه سلسلة الدين، وبعدها بعض الأحاديث والآيات، ويخي نلقوه يفسر في كلام مش معروف في وقته البايم يعني بالعربية. أحيانا يجي الكلمة باللغة العربية ويفسرها بكلمة مقابلة باللغة الأمازيغية باش يسهل عليه الشرح، الناس اللي يشرح له، ويتكلم على مسائل فقهية. الحصيل خليط من المواضيع في كتاب واحد، وإن كان التاريخ هو الغالب على الكتاب، والكتاب مهم جدا لأننا نقلنا معلومات مهمة جدا 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 ما نعرفهاش في أي مكان تاني. نقلنا مثلا عن أول مدرسة لتعليم القرآن حسب علمه في ليبيا مثلا، وعليه كيف الناس أصلا كانت تحفظ في القرآن، يعني هذا يتكلم على وقت كيف استقر فيه الإسلام اللي هو النص الثاني من القرن الهجري الثاني. وتعالى جاي تكلم على المعارك اللي صارت على شخصية، يعني صارت تكلم كذلك على شخصيات لعبت دور مهم في تاريخ ليبيا وقتها، وتكلم على قبائل وتحالفات. يا أخي حتى على مواطن القبائل وشكون كان معامني، ويا أخي ذكر قادة عسكريين ليبيين وقتها. والشاهد الكتاب مصدر مهم جدا للمعلومات اللي ما جابهاش حد غيره، وهو يعتبر مصدرها للمتأخرين اللي تكلموا عليها. هني أكثركم أكيد يتسأل مع روحه شكون هو المؤلف وشن اسمه. قلت الاسم تاعها بكري لكن عاود تاني، ومنين من ليبيا هو. اسم المؤلف زي ما قلت بكري هو عمر أو عمر بالواو، حقيقة عمر بن سلام بن مطنين اللواتي. عمر بالواو زي ما قلت، بوه كان حاكم على مدينة سرت، بوه كان حاكم على مدينة سرت، وأصل حسب لقبه هو قبيلة لواتة اللي موطنها كان برقة، ولكن استمرت وسكنت حتى نواحي سرت. وهذا الكلام ليفيتسكي اللي قلت لكم في الأول جمع النصوص متاعه وشوية من التاريخ متاعه أعطانا فكرة، ورجح أنه هو أصله من، حتى وإن كان سكن في سرت مدة طويلة، أصله من برقة من مدينة إجدابيا، ولكن استمرت وسكنت حتى يعني العيلة متاعها استمرت وسكنت نواحي سرت، ولكن أصله في الغالب زي ما قلنا من مدينة إجدابيا. كانت أسرته مرتبطة ارتباط وثيق بتاريخ ليبيا القديم، منهم عمه يحيى ابن عمرو بنت مطنين، وعمه الثاني أبوه اشتركوا في معركة مع الإمام أبو الخطاب اللي هي معركة مغمداس، أبوه شارك في معركة تورغة ضد جنود العباسيين بقيادة محمد بن الأشعث الخزاعي. لكن بالرغم من أصله في الغالب إجدابية وعاش في سرت، لما كان بوه هو القائد متاعها، لكن عاش وزار كل المناطق في ليبيا زي ما بنشوفه حتى في النصوص نفسها تبانكم الحاجات هذه. من ضمنها عاش في جبل نفوسة نفسه، يحكي في أحداث صارت له في مثلا في جبل نفوسة في مدينة جندوبة مثلا في جهة الأصابع. جندوبة هذه مش جندوبة تونس، جندوبة ليبيا، هي في جهة غريان. يا أخي البين أنه ممكن يكون مات حتى فيها هي في جندوبة هذه، لأنه ذكر آخر قصة صارت له في جندوبة سنة 271 أو إلى 273. نعرفه على اليقين أنه هو كان عايش في جندوبة ما بين 271 و 273 حسب القصص اللي يرويهم هم، هو والشخصيات اللي ذكرهم في هذه القصة كانت موجودة في جندوبة. كان غادي طول الفترة اللي نقل فيها القصص هذه، لكن نعرفه أنه مشي لتوزر كذلك في تونس، ومشي لمصر وحج في وحج مدينة مكة إلى آخره. وفي مصر يحكي عليه جواب كان جي لبوه مع من أحد الأئمة في مصر، يعني أحد الأئمة بعت رسالة لبوه اللي هو كان حاكم مدينة سرت، والجواب هذا هو ذكر عرضا لما قال لما كنت أنا في مصر كنت يعني يتكلم على سكن شيخي بيمشي له، فيقول أنا مشيت للسكن متاعه، والشيخ هذا كان طبعا ميت وقديم يعني، لكن يقول أنه هو زار المكان باش يعرف هيك ويعيش الأجواء متاع السفر وتذكر الكلام هذا. المهم يقول أنا الجواب لما جاي لبوي من مصر إلى سرت، زمان يقول فيها سرت، وقلت لكم معناها سرت المرة اللي فاتت، سرت بالأمازيغية تعني خليج، فأنت لما تقول خليج سرت فأنك تقول خليج خليج، فكلمة سرت كما يكتبها الأولين بالصاد والضمة أو بالسين والضمة، سرت مش سرت زي ما نقوله لها توا. به
يقول يعني تذكرت المكان مرة ثانية في مصر في ومن وصف المحل اللي ذكره المؤلف، وأمشيت أني وصديقي سدرات ولقينا مكان سكن الإمام بالضبط. طبعا الإمام هو اللي يتكلم عليه مش هو موضوعنا، لكن الشاهد لما تقروا الكتاب تعيش الأحداث مع المؤلف، والله تعيش الماضي مظبوط. يتكلم على زياراته لبعض الأصحاب في إجدابيا، أجدابيا بالألف إجدابيا زي ما نقوله فيها إحنا في الليبيين، نقوله إجدابيا. طرابلس زي ما قلت من قبل، الأمازيغية تبدأ بالساكن، ولهذا عندنا إجدابيا طرابلس ومحمد إلى آخره. هذه طريقة أمازيغية في نطق الكلمات إلى آخره. المهم الشاهد في زيارته لإجدابيا كان قال لنا أن صاحب المحل كان ساكن فوق المحل. تصور يعني يشرح لنا في محل اللي زاره قال صاحب المحل كان سوق فوق المحل. أنا هيك في راسي توه متخيل كيف شكل حتى الحوش وكيف شكل المحل. كان يبيع ويشري في المحل اللي تحت. هنا نتكلم على سنة راهو 260 هجريا. 260 هجري يعني الكلام هذا فات عليه أكثر من 1200 سنة. لما نقول لك تعيش الأحداث هذا، هذا ليش يعني الناس تحب هلبة تتمتع بقراءة كتب التاريخ؟ وأنا شخصيا لما نقرأ في كتب التاريخ ما نعدلش هلبة عليه الحروب والقتل والملوك ووزرائهم اللي هو في للأسف غالب في التراث الإسلامي. أنا نهتم هلبة باللي بين السطور من معلومات زي المعلومة هذه بتاعت المحل. غالبا معلومات تمر عليها الناس مرور الكرام زي ما يقولوا، يعني قصص الناس وشن كانوا ياكلوا يلبسوا. انتوا لو لاحظتوا في الافتتاحية اذكرت قال خذ عنك خاتمي هذا يا إلياس، الإمام عمروس بن فتح قال خذ عنك خاتمي هذا، يعني القاضي في هذاك الوقت كان يلبس في خاتم، والخاتم هذا كان يجيه من الإمام. يعني هذه معلومة، مع أن الموضوع يتكلم على قصة صارت في بين تيجي وطرابلس وبين إمامين والآخرها، أكثر ناس يأخذوا المواعيد والقضايا هذه. أنا ننقص طول ونشوف قضية الخاتم هذه، وأن الإمام كان يعطي في خاتم متاعه للقاضي اللي هو عمروس، وأن هذه عارة كانت موجودة حتى في القرن الثاني الهجرة في ليبيا. فقلت لك يعني قلت لكم أن اهتمني بكيف يأكلوا شن يلبسوا وكيف كان شكل حياتهم إلى آخره. ولهذا سلسلة ليبيا زي ما هي كلها في الأساس تجميع مني لأي حاجة نقرأها في الكتب ونحط فيها في مذكراتي، وأحيانا نحفظ لها فنذكر فيها قبل ما ندير الحلقة نراجع فيها ونبدأ نهدرز لكم عليه الموضوع ذاك التاريخي. به المؤلف ما نعرفوش عليه معلومات هلبة، سمحوني أن نطرق ونطلع من المواضيع هلبة، لكن نحس أن هي كلها مرتبطة بالفائدة. ما نعرفوش عليه زي ما قلت معلومات هلبة، وأغلبها قالها هو في كتاب عليه نفسه. قال لنا أول حاجة نعرفوها أنه هو كان أمازيغي، لأن في الكتاب في كلمات أمازيغية يشير بها معنى الكلمات بالعربية، يعني يشرح فيها معنى الكلمات بالعربية. وفيه يا أخي كلمات بالعامية حتى الليبية متاع وقته. نعرف أنه هو من قبيلة لواتا وهي أحد القبائل الأمازيغية القديمة، اللي هي تسمى عليها اسم ليبيا، وهذا موضوع تاني. هي طبعا هذه القبيلة نعرف أنها هي من برقة، ونعرف أن أسرته كانت عندها مكانة كبيرة زي ما قلنا، أبوه كان حاكم سرت، وعمامه كانوا مجاهدين، ونعرف أنه ميسور الحال لأنه كان يسافر هلبة، وهذا يبي نوع من الاستقرار المادي. نعرف أنهم مشي للحج مع صاحب سدرات اللي هو بلك نجو عليه يوم من الأيام، ومشي معاه لمصر وقعدوا فيها مدة، ونعرف أنه كان سافر أكثر من مرة. مثلا ينقلنا معلومات على أبو صالح النفوسي في توزر سنة 240 هجرية، يعني حوالي 854 ميلادي هكي. وعلى فكرة اللي ما يعرفش توزر، راهي توزر في جنوب التونسي منطقة جدا جميلة، واني زرتها حقيقة، فيها شلالات مية من أروع ما يكون، وهي واحد نخيل ومزارع لعنتوة، وفيها قلاع وحصون تاريخية. المهم المؤلف هذا نلقوا نصوص مثلا في 250 هجرية، يعني بعد سنة 10 سنوات من زيارته لتوزر زار قرية ميري، وهي من نواحي نالوت في ليبيا، يعني تسلسل منطقي تونس من الجنوب التونسي إلى نالوت في الشمال الغربي من ليبيا. المهم في سنة 260 وصلت قافلة مثلا لمدينة إجدابيا وهو كان معاها، وأحكينا قبل شوية قصة المحل اللي اختم عليه وتكلم مع صاحبه اللي كان فقيه والتاجر في نفس الوقت، كان فقيه وتاجر.
وفي سنة 271 نلقوه زي ما قلت في قرية جندوبة الليبية، تلاقى مع خلف ابن السمح ابن الإمام أبو الخطاب، ويخي بعت لها رسائل بعدها، وباين أنه عاش فترة في جندوبة، وهي منطقة من نواحي زي ما قلت غليان اليوم صغيرة مقارنة بتاريخها العريق. زي ما قلت لنا ما بين 271 و273 ما زال مقيم في جندوبة، حكينا على حكاية حاج من مدينة جندوبة وشنشاف في الحج ومع من اجتمع إلى آخره، وحكينا قصص هلبع لجندوبة يعني، ونقلنا طبعا أخبارهم ومشي لمصر ومشي لسجل ماسة مثلا في المغرب الأقصى، المغرب اليوم يعني لو بتفكر فيها بخريطة اليوم، مشي للسعودية مرورا بمصر ولا من غادي طبعا في اتجاه من الشرق الى الغرب، من مصر متجها للغرب حتى وصل المغرب، اكيد مثلا في رحله زي هذه يكون وقف على سرت، وقف على المناطق اللي عنده فيها احباب واصحاب ينقل عليهم دائما. وهذا اللي قاله لنا هو، ولكن لابد انه مر بمناطق تانية غير ما قالناش الخبر متاعها، تلاقى فيها ملاعبين كبار في التاريخ الإسلامي وقتها والتكوين الأول للمجتمع المسلم في كل أفريقيا الشمالية، ويخي نقل عن أشخاص هم نفسهم عاشوا الأحداث في وقته، يعني وقت اللي تكونت فيه مثلا دول زي الدولة الرستمية اللي استمرت 131 سنة تقريبا، وفي نفس الوقت كان فيه الأدارسة والأغالبة وبنو مدرار والبرغواطية في المغرب الأقصى. به من أهمية الكتاب كذلك أنه يتضمن رسائل مهمة من الإمام الرستمي الثاني عبد الوهاب بن عبد الرحمن اللي حكم في تيهرت في الجزائر حتى حوض طرابلس وقتها، وجاب رسالة ثانية مهمة من أبو عيسى بن إسماعيل الخراساني لأهالي طرابلس وقتها كذلك، كتاب ابن سلام بن عمرو ابن طمطنين اللواتي، وكتاب بدل الإسلام وشرائع الدين، تو بنختصركم العنوان، تذكروا الاسم ابن سلام بن عمرو بالواو ابن طمطنين اللواتي الإجدابي، وكتابه بدل الإسلام وشرائع الدين يعتبر مهم جدا جدا في معرفة التاريخ الليبي القديم والمنسي، وإضافة مهمة للمصادر التاريخية الليبية بدون أدنى شك، وهو شاهد لأحداث مهمة في عصره بجديات، يعتبر من أهم الاكتشافات من ناحية المخطوطات اللي كان الناس يحسبوها مفقودة والعلماء والآخره، وزيد عليها مفخرة لينا كليبيين كونه أقدم مؤرخ شمال إفريقي على الإطلاق، وياريت الناس تتعرف على تاريخها وهوية بلادها، وبالله يزينا من الكلام اللي يقولوا فيها البناس اللي مليش معنى، كانت بلادنا بلاد عبور وخالية، والكلام اللي رددوا فيه زي الببغاوات بدون أي اطلاع وتمعن في تاريخ ليبيا. إذن ونديمة من عادتي نعود الأسماء، ابن سلام ابن عمرو مطمطنين اللواتي الأجدابي، نعود ونقول أحضر الاسم باهي، ابن سلام ابن عمرو ابن مطمطنين اللواتي الأجدابي من أهل برقة وجدابية تحديدا، شخصية ليبية بامتياز، ما نعرفوش للأسف أمتى توفى بالضبط، لكن من المؤكد أنه كان بعد سنة 273 هجرية يعني 887 ميلادية، حوالي 1000 إلى 50 سنة من الآن، عفوا 1150 سنة فاتوا، ويعني هذا اللي كان آخر مدخل لي في الكتاب، سامحوني كنت أخمم لأني هل قلت مضبوط التاريخ ولا لا، آخر مدخل لي في الكتاب، وبهذا يكون توفى بعد هذا التاريخ والله أعلم، وفي الغالب يكون توفى في مدينة جندوبة في نواحي غريان اليوم لأنها آخر مكان عاش فيه. مرة أخرى التاريخ الليبي والشخصيات الليبية والرواد مفروض يكون لهم مكانة في تاريخنا ومنشوراتنا وجزء من هويتنا الجامعة عبر البريد والعملة والكتاب المدرسي وكل ما يتعلق بتاريخ بلادنا وهويتها. هدفنا ديما الرفع من شأن وترسيخ وتوطين الهوية الليبية والسعي للتليب وإعادة الاعتبار للشخصية والأمة الليبية. إلى هنا نقولكم إلى اللقاء في حلقة جديدة نجيبوا فيها ونهتموا بالتاريخ الليبي والموروث الليبي والشخصية الليبية. تحياتي، إلى اللقاء. أرتوكو.